وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الهنا حي. معانا جناب القسيس ويليام معوض بيقدم لنا تعليم رائع وعظيم. من فضلكم تابعونا، ما تخلوش حلقه تفوت منكم، لان كل حلقه فيها تعليم معين بتنقلك لخطوه جديده في العمق في موضوع التلمذه. اهلا وسهلا بك يا سيس ويليام. اهلا بك حبيبي. انا متبارك بحضورك معايا ومن تعليم الرب الرائع اللي على فمك. انا سعيد بيك. اتفضل كمل لنا دي الحلقه الثانيه في موضوع التلمذة. عايز بس افكرك بمتى 5:1، لما راى يسوع الجموع صعد الى الجبل، فتقدم اليه تلاميذه ففتح وعلمهم قائلا. الرب لما بيرى الجموع، قلنا قبل كده الجموع كل هدفهم تسديد احتياج شخصي عندهم. ايوه. والرب عاوز يسدد الاحتياجات. لكن مش هو دول اللي يتعلموا. مش هم دول اللي يتدربوا. قصدي حضرتك مش كلهم. مش كلهم. اه. لكن فتقدم اليه تلاميذه. فقط التلاميذ هم اللي بيسعوا ورا المعلم، والمعلم بيفتح فاه ويبتدي يكلمهم. ايوه. عشان الجموع يقول عنهم الرب في متى 13 مبصرين لا يبصرون، يسمعون لهم اذان لكنهم لا يسمعون. لكن يبص لتلاميذه كده ويقول لهم طوبى لعيونكم لانها تبصر، طوبى لاذانكم لانها تسمع. يعني السعاده فانك انت تسمع اللي بيقوله المعلم وتفهم وتشوف، دي طوبة يعني، يا لسعادة يا بختك. فأنا بصلي النهاردة إن الرب يعطي لكل مشاهدينا إنهم يكون عندهم آذان تسمع وعيون تبصر ما يقوله الرب الروح. أمين. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن خريطة الطريق، هناخد لقى 9، وكلمنا بصفة عامة احنا بنتحرك في بعض الاساسيات، وبعد كده التلمذة بيحصل مواقف معينة وبنتعلم المواقف. فالتلمذة مش حاجات بناخدها في فصول تعليمية ولا مذكرات نكتبها ولا ايات نحفظها بس، ولكن ايضا في تبعية مع المعلم، والمعلم بيبتدي يستخدم هذه المواقف اللي بنكتس فيها كدروس عملية. فالتلمذة ليست تعليم فقط ولكنها تدريب. فقلنا أساسيات التلمذة قرناها من لوقا 9:1-6، ودعا تلاميذ. فالتلاميذ لهم دعوة. أيوة. مش كل مدعو أنه هو بيبقى تلميذ. 12، وأعطاهم قوة وسلطان. تكلمنا هناك فرق بين القوة والسلطان. على جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم. وقلنا هناك فرق بين أن تذهب وأن ترسل. أن تذهب يعني تمشي برأيك أنت وبفكرك أنت، لكن أن ترسل أنك تمشي برأي المعلم وبغرضه وبقلبه وبأهدافه. وأرسلهم ليكرزوا، مش أي كرازة هم عاوزين يكرزوا بيها، لكن يكرزوا بكرازة محددة اسمها كرازة ملكوت الله. وقلنا كرازة ملكوت الله مش بس هي الكرازة انك انت تخلص من الخطية، وان كان ده جزء، وكرازة الشفاء، وكرازة الخير والبركة، وكرازة ان ربنا هيحل لك مشاكلك. كل ده بتشمله انجيل الملكوت، لكن انجيل الملكوت قصة تانية مختلفة تماما. ايوه. وربنا يدينا نعمة أكتر إن احنا نبتدي نعمل حلقات عن يعني إيه كرازة الملكوت، لأن دي تحتاج حلقات كثيرة. وقال لهم كده اشفوا مرضى. دايما في إنجيل الملكوت بيتبعوا تأييد لقوة الكلمة وشفاء أمراض. عشان كده لما بيكرز بإنجيل الملكوت حتى لو ما صليتش من أجل ناس عشان يشفوا، عشان كده عندي إيمان ان الناس اللي هم بيسمعوا بقلبهم وبالروح القدس، حتى لو كان عندهم مرض، حتى لو كان صداع او دوخه او شيء، انا عارف انهم مجرد انهم يسمعوا الكلام دوت، انا بالايمان واؤمن ورسلونا واعرفوا انه هيشفوا، رب بيشفيهم.
لأنه الرب قال كده: الكلام الذي أكلمكم هو روح وحياة، أرسل كلمته فشفاه. فعندما نسمع كلمة الرب نستقبل الشفاء. أمين. وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. ما تشيلش هم، ما تشيلش هم. الرب قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إيه هذه كلها؟ ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون، هذه يطلبها الأمم، لكن أباكم الذي في السماوات يعلم أنكم تحتاجون إليها قبل أن تسأل. التلميذ لا يهتم بنفسه وبذاته وبأكله وشربه، لكن يهتم بالمعلم. وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا. اعملوا علاقة مع الناس. أقيموا يعني ملكوت الله مبني على العلاقات. مهم جدا أن يبقى في علاقة مظبوطة مع الرب، علاقة مع الناس اللي أنا بخدمهم، علاقة روحية يعني حسب كلمة الله. أقيموا هناك ومن هناك أخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليكم. يعني الرب يقول لهم: على فكرة يا جماعة هتترفضوا، وفي ناس مش هتقبلكم، مش هتقبل كلامكم. أنت تنفض التراب، تراب إحساس بالرفض، تراب إحساس بصغر النفس، تراب إحساس بالإساءة أو بعدم الغفران، كل ده، أو بالإحساس بالفشل، كل دي حاجات بتواجه الناس اللي بيمشوا في إرادة الرب. لكن الرب بيقول انفض الغبار، بمعنى من وقت لآخر نظف نفسك من التراب والتلوث اللي في العالم، عشان يفضلوا منورين ومكملين في الإرسالية، عشان تفضلوا منورين ومكملين في الإرسالية. فشهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. فهنا كانوا بيتحركوا بالمبادئ المعلم. لكن حنتطرق إلى شخصية ما تنفعش أنها تكون تلميذ، هي شخصية هيرودس، من عدد 7 لعدد 9. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب، لأن قوما كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات، وقوما أن إيليا ظهر، وآخرون أن نبيا من قدماء قام. فقال هيرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يراه. هيرودس شخصية غريبة، ولما تبحث في أصل هيرودس تلاقي أنه هو من نسل آدوم. آدوم الشخص الجسدي، الشخص اللي عاوز طموحات شخصية. آدوم أحمر كحمرار الدم، لكن دايما جسدي، عاوز آدوم الرب بيرفضه. فلما تبحث عن هيرودس تلاقيه حتى من الناس، حسب المؤرخين، ده مش في الكتاب، لكن المؤرخين قالوا ان هيرودس من نسل آدوم. لكن نلاقي في هيرودس مواصفات الذين لا يقبلون التلمذ. اول حاجة انه سمع، يقول كده: فسمع هيرودس. الشخص اللي ما ينفعش التلميذ يسمع لكن ما بيفهمش. يعني تلاقي في الشخص اللي هو مش تلميذ يسمع كلام، ممكن يقعد في كنيسة 10 سنين يسمع 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 لكن مش فاهم حاجة، عامل زي ما يكون بيحفظ ما بيذكرش. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه، يعني سمع كل اللي عمل الرب يسوع. تصور كل القصص بتاع الرب يسوع كان بيسمعها هيرودس. بيفكر الناس كتير جدا بيقعدوا بيسمعوا يسمعوا 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 هم مش فاهمين حاجة، لكن كان رد فعله بس مش انه مش فاهم، يقول ارتاب، دايما شكاك. الشكاك ده دايما حاسس انه مجني عليه، ارتاب، يشك. لو انت بتقدم له خير يقول لك: وانت بتقدم خير ليه؟ اكيد انت عايز حاجة. ولو انت بتعمل كذا دايما يرتاب فيك. ولو قلت له كلام هو
ما عرفوش او اول مره يسمعوا يقول لك لا ده انت عندك تعليم غلط بين عليك، دايما مرتاب، دايما شكاك، دايما يشك في كل حاجه. ليه؟ لانه ما فيش حاجه في القلب بتقول له هذه هي الطريق، ملهوش الصوت الروح الخفي الرقيق اللي يرشده، فدايما شكاك. لو حبيته يشك في محبتك، ولو تركته يشك في انه مش عارف كذا، دايما بيشك فيه. الشخص المرتاب ما ينفعش يبقى تلميذ خالص. مش كده بس، لكن لان قوما كان يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات، وقوما ان شوف تلاحظ ان هيرودس عمال يسمع اليمين ويسمع الشمال، يسمع قوم بيقولوا ايه ده وقوم ايه، زي نوعيه ناس اللي هي مش تلاميذ، تلاقيها من كنيسه لكنيسه لجماعه لجماعه، من مجموعه لمجموعه، من هنا لهنا لهنا لهنا، يسمع كتير ما تغيروش، هو ما بيتغيرش، واللي فيه يعني هيرودس ما خلاش يقول لك قوما كان يقولون، وقوما يقولون إليه ظهر، وآخرون إن النبي من قدماء، وهو نفسه سمع عن الرب يسوع. كل ده كلام لكن مش واقع عملي. مش كده الشخص اللي بيقعد يسمع يسمع ويتنطط، حتى الكتاب بيقول الرخاوة لا تمسك صيد، والمثل المصري بيقول كتير النط قليل الصيد. في ناس ما بتهداش من مؤتمر لكنيسة، من محطة لمحطة، يغير المحطة ما بيهداش، لكن هو أساسا ما عندوش حاجة. والتلميذ الحقيقي تلاقيه مركز ومغروس، لأن المغروس هو بيثمر، لكن المتنقل اللي ملهوش مكان ده أمر صعب، لا يصلح أن يكون تلميذ. فهنا بيقول انا هيرودس بيقول انا بسمع 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 لكنه مش فاهم. ياما ناس بتسمع لكن مش فاهمه. ليه؟ لانها بتاخد المعلومات سكند هاند، يعني ملهاش علاقه مباشره مع ربنا، ده هي بتقعد مع حد سمع من حد انه سمع عن الرب، فعلى ما المعلومه توصل له تكون وصلت له مش سكند هاند ولا ثيرد هاند ولا فورث هاند، بتكون وصلت له من رابع واحد، لكن هو بيرفض ان يبقى ليه علاقه مباشره حقيقيه في قلب النقي مع الرب. ده ما يصلحش ان يكون تلميذ، بالرغم ان هو ممكن يكون عارف حاجات كتير قوي وسامع عن الرب وسامع من يمين وشمال. فهيرودس بقى يقول لي انا يوحنا انا قطعت راسه. متخيل هيرودس بكبريائه بانه لو قطع راس يوحنا ان كل موضوع يوحنا خلص. عشان كده الرب يسوع لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. فهيرودس ما كانش فاهم انه هو قتل جسد يوحنا بانه قطع راسه، لكن ما قتلش رسالة يوحنا. عشان كده الشخص اللي لا يصلح ان يكون تلميذ متكبر، فاكر في نفسه حاجه اكتر من مما ينبغي، ويتخيل انا قطعت راس يوحنا، انا المتسلط في الامور. لا يا حبيبي، انت قطعت راس يوحنا لكن ما قطعتش رساله يوحنا ومسحه يوحنا ونعمه يوحنا. أيه. ده اللي انت ما تعرفهوش. فمن هو هذا الذي انا اسمع عنه؟ شوف دايما هو بيسمع، تلاقي ودني. الشخص اللي هو مش تلميذ يقرا كل الكتب، يسمع كل حاجه، يمشي في كل حاجه، يعمل كل حاجه، لكن ملهوش معلم، ملهوش هدف معين. ده اللي ممكن نقول عليه سبع صنايع والبخت ضايع. عارف كتير ويجادل كتير ورغاي كتير وشكاك كتير، ويقول لك انت طايفة ايه وانت تابع ايه وانت مش عارف ايه، وهو اساسا ما عندوش حاجة. فدايما يحب يصنف الناس، اول ما يشوف حد يقول لك انت طايفة ايه، انت تابع ايه، انت ايه، ويشكك في كله. لكن هو مش تلميذ، لانه ملهوش شخصية، لانه خضوعك لمعلم بيمنحك هوية، بيمنحك شخصية، لانه المعلم
بيحط من هيبته ومن سلطانه فيه. لكن لو انت مالكش كبير، حتى في المثل المصري بيقول اذا مالكش كبير يشتري لك كبير، فده مش مشتري له حد، ده هو ماشي كده. وكان يطلب ان يراه، حاجه عجيبه يا هيرودس، كل ده وكان عاوز يشوف الرب. يا ما ناس عاوزه تشوف الرب لكن مش عاوزه تدفع ثمن التبعيه. يقول لك انا عاوز هيرودس عاوز اشوف الرب، ماشي حبيبي، لكن في التبعيه ليها ثمن وليها هدف وليها غرض. فهيرودس عاوز يشوف الرب بس، عاوز يشوف معجزات ربنا، عاوز يشوف ايد ربنا، لكن مش عاوز ربنا نفسه. عارف زي الاب اللي يقابل ابنه الصغير او بنته الصغيره والبنت مش عاوزه تبص في عينين بابا ولا في وشه، كل اللي هي بتبص فيه ايدين بابا، جايب لها حلويات ايه، جايب لها هديه. النوعيه دي اللي هي بتبص على عطايا الرب بس، مش بتبص على عينيه على شخصيته، النوعيه دي ما تنفعش تكون تلميذ. لكن لسان حال التلميذ يا رب انا اتبعك حتى لو انت مش جايب لي هدايا، حتى لو مش جايب لي عطايا، حتى لو مش جايب لي حاجات معينه، لان انا بحبك يا رب مش عشان اللي انت بتعمله لي، لكن بحبك علشان انا بحبك، عشان انا مرتبط بيك، عشان قلبي معك، عشان انا لي علاقه معك. فانا بنصح كل المشاهدين انهم ما يكونوش بس انهم بيبحثوا وراء تسديد احتياجاتهم، لان تسديد احتياجات ده حياتي، لكن نمرة اتنين تسديد الاحتياجات ده ما يكونش مطلبك الاساسي، ده يكون مطلب، ده يكون نتيجة انك انت بتمشي مع الرب. عشان كده الرب بيقول انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي. امتى؟ لما اكون بتبع الرب الخير يتبعني، الرحمة تتبعني. لكن العكس بقى، لو انا بجري ورا الخير وبجري ورا الرحمة وبجري ورا تسديد الاحتياجات، يبقى انا غيرت الاتجاه. يبقى لو الرب هنا وانا ماشي مع الرب خير ورحمة يتبعانني، لكن لو انا بمشي ورا المنفعة بقيت ماشي بعيد عن الرب. عشان كده الرب قال خدوا بالكم محبة العالم ومحبة المال، لو حبيت المال والخير والمنفعة هتبعد عني. عشان كده مهم جدا ان احنا نشوف احنا بنجري ورا الرب ولا بنجري ورا تسديد الاحتياج بتاعنا ورا المنفعة الشخصية. ده الجزء الثاني عن مواصفات الذين لا يقبلون التلمذ. لكن الجزء اللي بعد كده عندنا وقت ولا الموقف؟ انا حابب بس اسال جناب الدكتور أساوية، ان الشخص اللي هو مش عايز يدفع حاجه وجاي لربنا عشان عايز حاجات بس، عنده طلبات، زي في بعض الناس كان مع تابعين مع التلاميذ الرب يسوع المسيح كده قال لهم انتوا بتتبعوني عشان كلتم وشربتم. بالظبط. كانوا شايفين بقى السمك والعيش وبياكلوا وبيتغدوا وشبعانين، والرب يسوع بسطهم ومغرقهم بالاكل والشرب وكمان بيفيد. تقول ايه للانسان دوت وايه المتاعب اللي هي بتنتظره بعد كده؟ خليني اقول لك اللي قاله الرب يسوع. الرب يسوع قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ايه هذه كلها؟ ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون. خليني معلش اقول لك تاني، لو هنقول الرب او ملكوت الله اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ايوه، فلو انا بسعى، لو انا الشخص ده وبسعى ورا ملكوت الله، ايوه، وبره، خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي طول ما انا ماشي في الاتجاه المظبوط. او بحسب متى 6:32 انه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وما تاكلون وما تشربون وما تلبسون، هذه يطلبها الامم، اما انتوا الهكم مش وثن، ده يعلم ابوكم الذي في السماوات يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تطلبوه.
لكن قبل ان تطلبه الرب هيدي لك احتياج. تعال بقى شوف الشخص ده بدل ما هو يجري ورا الرب ويجري ورا الملكوت ابتدى يجري في الاتجاه المعاكس، ورا المنفعة، ورا المصلحة الشخصية، ورا ما ناكل وما نشرب. ايه اللي بيحصل لو الرب هنا؟ ابتدى هو يديله ظهره ويبعد عنه ويجري ورا المال او ورا المنفعة. فالرب يقول احذر، محبة المال اصل كل الشرور، لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان محبة العالم عداوة. اتاري مش بس بعد عن الله، ده في حالة عداوة مع الله. فالشخص المنفعجي ده كأنه بينكر وجود ربنا، كأنه هو طبعا عارف انه في ربنا موجود بس في عداوة معاه. عشان كده تلاقيه مهموم، تلاقيه ظنان، شكاك، مرتاب، بعيدا عن الرب، لا يفهم طرق الرب، يسمع كلام كتير عن ربنا لكن ما يفهمش. يبقى بيروح من اجتماع لاجتماع، من مؤتمر لمؤتمر، لكن زي ما يكون في حائل وحيطة بينه وبين الرب، فده خطر. لكن إذا كنت أؤمن بأن الله هو أبي، مين يعني أنهي الطفل ولا بيبي بيقول لأبوه يا بابا أكلني؟ بابا بيأكلك سواء أنت طلبت أو ما طلبتش، هو اللي بيهتم بيك، هو بيتعب وماما بتأكلك، فالأب يعرف أن يهتم بأولاده. لكن لو أنت بقى حبيت تبقى شاطر وتبعد عن الرب وتدور على مصلحتك، فده أمر خطر وما يصلحش أنك أنت تكون تلميذ. يعني هنا الفكرة يا دكتور أن الشخص يحب أشياء ويجري وراها، مش المشكلة في تسديد الاحتياج، هو الرب هيسدد الاحتياج، لكن الرب مش بيقول له أنا مش هسدد الاحتياج، أنا هسدد. بس الفكرة أن الناس بتحب الأشياء، فبتحب الأشياء وتعبد الأشياء، فتحب الأشياء دي تبقى كأنها وثن في حياة الناس بالظبط، فيترك الرب وكأن صنع لنفسه إله آخر بالظبط. عشان كده الكتاب في مزمور 84 لا يمنع الرب، لا يمنع خيرا عن مين؟ السالكين بالكمال، عن السالكين بالكمال معهم وإليه بالكمال. داود قال كده كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية، يعني الجيل الثاني والثالث منه التمس خبز. يعني إذا أنت بتسعى ورا الرب، ورا مشيئة الرب، ورا غرض الله، أي حد أنت قبله ويكون عارف الرب بصدق هيقول لك الرب سدد احتياجات. يعني أنا بشوف أسر دخلهم محدود جدا وبالرغم الدخل المحدود كل احتياجاتهم مسددة. أتاري تسديد الاحتياجات مش بيتوقف على الدخل بتاعك، لكن بيتوقف على انت في مظلة الحماية الالهية، الله بيرعاه. يعني انا شفت اسر بسبب خدمة نحو زوج اسرة افضل اللي بنخدمها انا والمدام، دخلهم المادي ضعيف جدا لكنهم مصفورين بطريقة غير عادية معجزية. وشفت برضو اسر دخلهم مادي كبير جدا جدا وفي ديون وفي احتياجات. السبب هنا ان بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. امين. شرفتنا جميع الاساس واليوم ربنا يبارك حياتك. اشكرك حبيبي. بشكرك عزيز المشاهد من اجل المتابعة، لكن حابب اول كلمة اخيرة بأكد انك ما تكونش زي هيرودس اللي عمال يسمع يسمع عن الرب وتجيله الافكار وتجيله المعجزات وحلاوة الرب وعظمة الرب وايد الرب الممدودة بالنعمة والبركة والاحسان، وانك تعيش في قلق وشك، لكن اقبل الرب مخلص ليك شخصيا حتى الرب يعمل في حياتك. ما تكتفيش بالمعلومات، لكن قول له يا رب تعالى اسكن في قلبي، اديني حياة، اديني فهم. ما تكونش بتسمع بس ومش فاهم او بتنظر وانت مش شايف، لكن قول يا رب افتح بصيرتي. مش كفاية النظر الطبيعي انك تنظر بيه، لكن قول يا رب اديني بصيرة، اديني نور من عندك بروحك القدوس، اديني فهم، جدد ذهني واديني حياة جديدة عشان اعيش معاك مش بالكلام لكن بالحياة، اني اشهد عنك انك انت اله عظيم وانك اله قدوس، وان انا رب عايز اكون فعلا
أعيش تلميذ على الأرض ليك يا رب يسوع المسيح. بشكرك عزيز المشاهد من أجل حسن المتابعة. انتظرونا في حلقات قادمة، والرب يسوع المسيح يكون معاكم. أمين.